السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب الغفلة عن تذكر الموت والدار الآخرة، وما هي أضرار الغفلة عن ذلك؟ كل منكم يعرف هذا، كل منكم يعرف أسباب الغفلة وأسباب الانشغال بالدنيا ومحبة الحياة والكسل والإعراض وقرناء السوء وجلساء السوء معوقات، والنظر إلى بهجة الدنيا وزينتها وزهرتها والإعجاب بها. نعم.